السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوات تحويل دهان باب خشب من دهان مجن إلى دهان أبيض دوك وفرن. الباب اللي حضراتكم شايفينه هنبدأ نطبق عليه خطوات العمل من البداية للنهاية علشان نحصل على الشكل الراقي اللي حضرتك شايفه ده. لو حابب تنفذ نفس الشغل أو حتى تاخد فكرة عنه، شوف معانا الفيديو للنهاية. إن شاء الله الفيديو النهاردة يكون فيه استفادة ليك. ما تبخلش علينا باللايك، الناس اللي بتخش على الفيديو بتنسى تعمل لايك، الموضوع ده بيفرق معانا جدا. اشترك معانا في القناة لو حبيت، اكون شاكر ليك طبعا، واعمل شير علشان غيرك يستفاد من فيديو النهاردة. اول خطوات العمل هنا هبدأ اجيب شريط لاصق وهبدأ اغلف كالون الباب وهبدأ اغلف المفصلات. المرحلة دي مهمة جدا لان انا ببدأ احافظ عليهم من الدهانات، اي منطقة معرضة للدهانات هبدأ اجيب شريط لاصق وابدأ اغلف عليها. تمام كده. المرحلة اللي بعد كده انا عايز اعزل الباب من الشغل المجنو الى دهان دوكو. فالمرحلة دي مهمة جدا ان انا ببدأ اجيب صنفرة رقمها 150 وببدأ اضغط على الباب بالصنفرة باستخدام الصنفرة. هنا ممكن تستخدم دباب صنفرة او ممكن تصنفر بايدك يدويا. المهم ان انت تبدأ تضغط على اللمعة اللي موجودة في الباب بحيث ان انت تطفي الباب من اللمعة اللي موجودة فيه. المرحلة دي مهمة جدا ان هي ما تبدأش تعمل معاك عازل او الشغل يفوش معاك او يكرمش، لان اي دهانات على بعضها ممكن الشغل يجنزر او يفوش او يكرمش معاك. فالافضل انك تضغط عليه لغاية ما تطفيه يبقى بالشكل ده. تمام كده. المرحلة اللي بعد كده عايز اعزل بقى من الشغل المجنو الى دهان دوكو. هبدأ اجيب هنا اساس دوكو وايضا هبدأ اجيب ورنيش سيلر اللي هو السيلر بروتان. تمام كده. وده كده المصلب بتاعه، ده مصلب السيلر. تمام. طيب اساس الدوكو اللي هو معروف بالفيلر في مصر، اما في دول الخليج معروف باساس دوكو ابيض طبعا. هنا ببدأ اجيب السيلر وببدأ اخلطهم مع بعض. تمام. ببدأ اجيب مخفف اكريليك او تنر حار. نسبة التخفيف بيكون من 1:1. لو استخدمت 1 كيلو سيلر هبدأ اضيف عليه 1 كيلو تنر، لو استخدمت 1 اساس دوكو هبدأ اضيف ايضا عليه 1 كيلو تنر، او من 1:1. تمام كده. وببدأ اخلطهم مع بعض كويس. المرحلة دي مهمة جدا ان هي بتبدأ تعزل الشغل. نشوف ده بس مع بعض. ده كده المصلب. نسبة اضافة المصلب على السيلر، هنا طبعا احنا ضفنا السيلر على الاساس، نسبة اضافة المصلب هتكون بنسبة 2% او 3% لكل 1 كيلو مخفوف مش خام. تمام كده. المرحلة دي مهمة جدا ان انا ببدأ اعزل الشغل. اعزله ازاي؟ يعني هنا الباب كان فيه لمعة مدهون قبل كده لاكر، او ممكن يكون مدهون ورنيش بلدي او ورنيش زيات. فانا هنا لو طبقت مراحل الدهان مباشرة، الدهان الدوكو رشيته على الباب مباشرة، هيبدأ يكرمش معايا او هيبدأ يفوق. هبدأ اجيب اساس ابيض وابدأ اجيب السيلر وابدأ اخلطهم مع بعض. طيب هنا ما ينفعش اشتغل بالاساس لوحده، لا طبعا، الافضل انك تشتغل الاساس مع السيلر او السيلر لوحده وبعد كده تطبق عليه الاساس. بس انا هنا ببدأ اضيفهم مع بعض بحيث ان هو ايه، يبدأ يديلي عصب او يبدأ يديلي تماسك حلو مع الشغل. طيب هنا انا ببدأ اشاور لك، ببدأ اقول لك هنا ممكن يكون مخطط معاك او مش كاسي او مش ساطر على الباب، لان احنا طبعا ضايفين مع الاساس سيلر، فطبيعي يكون هو مكشف او لونه لسه باهت كده. تمام كده. شوف هنا ببدأ احرك لك بضفر كده او بصبعي في الخشب، بوريك هنا ان هو عمل تماسك معايا او عمل صلابة معايا حلوة على الشغل. طيب الاماكن اللي شاورت لك عليها لو فيها مسمار ولا خطة، ببدأ اجيب معجون دوكو. طبعا معجون الدوكو او دهان الدوكو او اساس دوكو، طبعا الخامات او الدهانات لها اسماء مختلفة في الدول اللي متابعاني من خارج مصر او من دولة السعودية، مش عارفين يعني ايه دوكو او معجون دوكو او اساس دوكو او اساس ابيض او السيلر. ان شاء الله هحاول اوفرها لكم واسيبها لكم في صندوق الوصف، واللي يقدر يفيدنا يا ريت يحط تعليق باسم الخامات والادوات اللي استخدمناها في فيديو النهارده في دولته ايه، بحيث الكل يستفاد من فيديو النهارده. تمام. هنا انا جبت معجون الديكو ومشيت على الفواصل واللحامات اللي موجوده، اي حاجه موجوده في الخشب ببدا استخدم معجون الديكو.
بعد الجفاف بستخدم صنفرة رقمها 220. طيب الوجه التاني من الباب نفس الخطوات بالظبط، ببدأ أقلب الباب وأطبق عليه مراحل التأسيس. طيب المرحلة دي مهمة جدا، بعد ما انتهينا من الصنفرة ببدأ أجيب الأساس، طبعا أساس أبيض، وببدأ أجيب صبغ ناري دهان دوكو بس تشطيب بس مطفي بقى. النقطة دي مهمة جدا ان هي بتبدأ تديني ملمس حلو للباب. انا مش هشتغل بالاساس هنا لوحده، لا انا هستخدم الاساس وهبدأ استخدم عليه دوكو مطفي تشطيب طبعا، وببدأ اخلطه مع بعض. الفكرة من كده ان هو هيبدأ الاساس هيستر معايا الخشب، تمام كده، والتشطيب الابيض هيبدأ يديني ملمس ناعم، تمام. يعني انا كده اختصرت مرحلتين في مرحلة واحدة، ممكن كنت ارش الاساس لوحده وبعد كده ارش الابيض الفينش لوحده، لا انا ضفتهم مع بعض هيبدأ يديني ملمس وهيبدأ يديني نعومية حلوة جدا في الشغل، تمام. هنا ببدأ اشاور لك، بقول لك التأسيس الاولاني فرق معانا في التأسيس التاني، يعني الباب اللي على اليمين ده التأسيس اللي هو السيلر مع الاساس، والواجه التاني اللي على اليسار طبعا ده الاساس مع الابيض المطفي. المرحلة دي بقى هنبدأ نستخدم ابيض فرن دوكو فرن لامع طبعا، وهجيب هنا صبغ ناري بس مطفي. طبعا انت ممكن تشتغل بورنيش، ممكن تشتغل هنا بالابيض الفرن مباشرة، بس هنا اللمعة جديدة، انا عايز اكسر اللمعة مش عايز اخلي فيها لمعة جديدة جدا. هبدأ اجيب صبغ ناري او دهان دوكو عادي مطفي بدون لمعة طبعا، وهبدأ اخلطهم مع بعض بنسبة قد ايه، كل جالون هبدأ اضيف له ربع جالون بس من الدوكو المطفي، تمام كده. طبعا دي المصلب، المصلب ما بنبدأش نستخدمه الا وقت التشطيب او وقت الرش مباشرة. نسبة التخفيف هتكون من واحد لواحد برضك، اي دهانات بتكون من واحد لواحد، تمام كده. طيب هنا بعد ما جف معانا الاساس مع الدهان المطفي، هبدأ اجيب صنفرة رقمها 220، وهبدأ انعم الباب علشان لو في اي شوائب ابدأ ازيلها، تمام كده. طيب هنا احنا بنستخدم المسدس في الدهانات، هنا واحد يقول لي انا مش هقدر استخدم مسدس، هل ممكن استخدم بالفرشة او بالرولة؟ لا طبعا، اي دهانات نارية لازم باستخدام المسدس. لو عايز تعرف ازاي بنستخدم المسدس احنا عاملين له فيديو على القناة اسمه احترف الدهانات باستخدام مسدس الرش، هسيب لك الفيديو ده في علامة الاي فوق او في البطاقة فوق، تمام. طيب انا كده رشيت وجه وببدأ اعكس وببدأ أرش الوجه التاني، يعني كده بدأت اللمعة للباب تظهر وبدأ جمال الباب يظهر، يعني فرق معانا من التأسيس لما وصلنا لمرحلة التشطيب حاليا. ببدأ أرش طبعا وجه واتنين وتلاتة، طبعا لو عندك كمية أبواب بتبدأ تريحهم مع بعض وتبدأ ترش بنفس الطريقة، بتخلي إيدك على ارتفاع 30 سنتي، تبدأ ترش وجه واتنين وتلاتة، أقصى شيء يكون تلات وجوه عشان الباب يكون معاك مظبوط ومنسق معاك في النهاية. خلاص بقى يا عم خلينا نشوف شغلك بقى، خلاص كفاية رش بقى وكفاية تأسيس. بسم الله ما شاء الله كده الباب ظهر معانا اهو، بعد ما حولناه من دهان أسطر إلى دهان دوكو أبيض فرن نص لمعة. طبعا هو مش لمعة كاملة لأن احنا كسرنا اللمعة بالصبغ النار المط عشان طبعا نحصل على الشكل الجميل اللي حضرتك شايفه. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون الفيديو كان فيه استفادة ليك. ما تبخلش علينا باللايك واشترك معانا في القناة لو حبيت طبعا، واعمل شير علشان غيرك يستفاد من فيديو النهاردة. طبعا ده كده شكل الباب بعد ما انتهينا وركبنا الباب مكانه، يعني لو نلاحظ هنا اللمعة طفت شوية لأن احنا طبعا حاطين عليه ابيض مطفي علشان يكسر اللمعة. اتمنى يكون الفيديو كان فيه افادة ليك، ما تبخلش علينا اخر مرة باللايك واعمل شير. يعني هنا ببدأ اوضح لك يعني قوة وصلابة ومتانة جميلة جدا. ما تنساش دعواتكم لنا بالتوفيق، اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.